السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو هذه راح نكملوا السؤال الثاني والثالث في ليكزرسيس الرابع على لي فونكسيون. دونك السؤال الثاني يطلب منا نكتبوا لي فونكسيون ماتلاب يمدوا لها ان فيكتور او وترجع لنا دو فيكتور اكس ايغراك بحيث اكس يكون فيه العناصر الموجبة وايغراك يكون فيه العناصر السالبة تاع او. لو نلقاو اصفار نحطهم فيه حتى فيكتور بيان سور. بار لا سويت هنا مش راح نجربوا لا فونكسيون دون ان سكريبت مي راح نجربوها ديريكتومون في لا فينتر كوموند. نرجع للماتلاب نكري ان فيشي نحط فيه لا فونكسيون واش سميتها الفونكسيون لهنا فونكسيون برك ما عطيتلهاش اسم نسميها سبليت ولا ديفيزي. مي واش الفرق ما بين لا فونكسيون هادي ولا فونكسيون اللي قبلها؟ سيكو لا فونكسيون هادي عندها دو سورتي ما عندهاش سورتي واحده. ما تعرفوا ديجا في لونغاج بروغراماسيون اخرين كيما قريتوا في السي مثلا لي فونكسيون يقدر يكون عندهم بليزيور زونتري مي في ماتلاب يقدروا ايغالمون يكونوا عندهم بليزيور سورتي. دونك لما لي فونكسيون يكونوا عندهم بليزيور سورتي نحطوا لهنايا في لا فونكسيون تاعنا لي سورتي نحطوهم ما بين معكفين ونسميهم مثلا عندنا سورتي الاولى اكس والسورتي الثانيه هي ايغراك. بعد ذلك ندير إيقال نسمي لا فونكسيون تاعي سبليت ولا ديفيزي ونمد البارامتر اللي هو ان فيكتور نسميه في مثلا والله لهنا سميتو ا نسميها ا. دونك راح نحكمو العناصر تاع او نقسموه العناصر الموجبه نحطها في اكس والعناصر السالبه نحطها في إيكراك والعناصر المعدومه نحطها في حتى فيكتور. توجور نذكر ألف مره لما تكتبوا فونكسيون عندها دي زونتري ما تروحوش تعاودوا تقربوا لي زونتري في لا فونكسيون. ما تروحوش مثلا داخل لا فونكسيون ديروا انبوت وتحطوا لي دوني لي زيليمون دو ا ولا نيمبورت كو. ما تحطوش الحوايج كيما هكا في لا فونكسيون باسكو نورمالمون لما نديروا لها ابل لتما راح نمدوا القيمه تاع ا ما نقربهاش داخل لا فونكسيون. دونك لهنايا نفترض بلي ا فيه قيم ديجا اللي يهموني هما الاكس واليغراك كيف ما راح نحط فيهم القيم. دونك انا واش راح ندير لهنا في لا فونكسيون هادي راح نهز العناصر تاع ان باركوريهم عنصر بعنصر راح نفوت على العناصر تاع عنصر بعنصر ونشوف كل عنصر اللي كانوا موجب نزيدو في الاكس اللي كانوا سالب نزيدو في الايغرا. دونك هذا واش راح ندير. دونك باش نخدم الخدمه هذه راح نيسياليزي الاكس والايغرا بدي فيكتور في. دونك نقول اكس يساوي ان فيكتور في ونفس الشيء بالنسبه للايغرا حتى هي ان فيكتور في. فوالا من بعد ما نيسياليزيت الاكس والايغرا نقدر نباركوري العناصر تاع نقول فور اي تساوي من واحد جوسكا واحد جوسكا لا لونغور تاع او. راح نهز كل عنصر من او ونشوفو لو كانو موجب ولا سالب. نقول اف او لي اي راح اكبر تماما من الصفر وبعد ندير اف بلاف الان تاع اف هادي لهنا بيان سور راح نجوتي الا في الاكس اكس من بعد نحي الكومنتير نكتب لانستركسيون صحيحة ولا كان عاد اصغر من الصفر لو يكون معدوم ما ندير والو ما نجوتيه لا الاكس ولا الايكس. دونك حنا ندير الان تاع الفورس اكس دونك كيفما نزيد ان ليمون ان فيكتور كاين جوج طرق. الطريقة الأولى هي لا كونكاتيناسيون استغل نحكم الفيكتور القديم إكس ونزيد له أ إي هي الطريقة الأولى. بيان سور هادي راح تبدي نتيجة النتيجة هادي راح نحطها نافيكتيها على الفيكتور إكس استغل الفيكتور إكس القديم راح نهزو ونكونكاتيني معاه القيمة الجديدة اللي لقيتها أكبر من صفر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أني نافيكتي ديريكتومون القيمة هادي لو ديرنيير انديس بلس 1 لو ديرنيير انديس نخرجو باند ونزيد له واحد. لي طابلو في ماتلاب لاطاي تاعهم راهي ديناميك ماشي كيما في السي وين تعرفوا لاطاي تاعو مسبقا ولو تحبوا تغيروا فيه لازمكم نتوما اللي ديروا ريالوك. في ماتلاب لا تافيكتيو لاي انديس تحبوا نتوما هو راح يحط لكم القيمه هذيك مره. دونك في الحاله هذه مثلا نهز ايغراك نقول ايغراك لي اند زائد واحد يساوي اي. دونك انا ايغراك الاند سي لو ديرنيير انديس في ايكراك لو الايكراك بيض راح يكون الان زيرو ان زائد واحد هي لو ديرنيير انديس بلس ان. لو ايكراك مثلا لاطاي تاعو خمسة راح نزيد في السيزيام بوزيسيون لو ايكراك لاطاي تاعو عشرة راح نزيد في الاونزيام بوزيسيون. نورمال هكا سي بون في النهاية مانيش راح ندير ريتورن بيان سور باسكو منحتاجش ندير ريتورن في ماتلاب اوتوماتيكمون هو في لافان راح يرجع لي لي دو فالور هادوما ولا لي دو فيكتور هما لي دو فيكتور هادوما باردون لي هما اكس و ايكراك.
دركا في الاكسرس هذا قلنا نتستيو لا فونكسيون تاعنا من لافيناتور دو كوموند، ماناش راح نتستيوها من ان سكريبت. نورجيت لا فونكسيون نسميها ديفيزي فوالا، نرجع للفيناتور دو كوموند نينيشاليز ان فيكتور فيه قيم عشوائيه لكن حبيت نقول راند ندير ان فيكتور ليني فيه ليني واحدة وعشرة تاع الكولوم مثلا. المشكل يخرج لي كل المشكل يخرج لي كل موج بينك. نقدر ندير راند ناقص صفر ناقص فوالا هكا نحكم القيم اللي يخرج لي راح يكونوا بين صفر والواحد، لما نقص منهم صفر فاصل خمسة يوليو ما بين ناقص صفر فاصل خمسة وصفر فاصل خمسة، راح يكونوا قيم خلطين ما بين الموجبين والسالبين برك. لهنا درك كيف ما نستخدموا فونكسيون يتمد لي دو سورتي راح نكتب ديفيزي ما كيفيتش في يساوي ران ناقص صفر فاصل خمسة. اوكي دونك الفيكتور في تاعي فيه قيم موجبة فيه قيم سالبة. درك نقول ديفيزي في لو كان ما نافيكتيش النتيجه لون فاريابل ولا دو فاريابل راح يرجع لي الفاريابل الاولى راح يرجع لي اكس راح يرجع لي غير السورتي الاولى هذه. كيف كيف لو كان نافيكتي السورتي واحده نقول اس مثلا رسوا كيف كيف راح يرجع لي غير القيم الموجبه. دونك باش نتاكد منه بلي رجع لي السورتي الاولى والسورتي الثانيه لازم ان نال اون دوموندي دو سورتي. احنا مثلا نقول اس دبليو في ولا صديق خير اي حرف ما يهمش. هنا حط لي القيم الموجبه في اس وحط لي القيم السالبه في الايغراك سميتو ايغراك هنا عشوائيا برك. دونك هذه بالنسبه للسؤال الثاني كتبنا لا فونكسيون اللي تقسم لي الفيكتور ل 2 الفيكتور خلاف قيم موجبه قيم سالبه وانيشاليزينا ان فيكتور في لافيناتور دو كوموند وتستين عليه لا فونكسيون تاعنا. نرجعوا لا فونكسيون الاخرى برك. دونك حنكتبو اون فونكسيون يمدولها ان فيكتور تي وترجع ان طابلو اس اللي بنفس الحجم بحيث كل عنصر في طابلو اس يقولنا قداه الاليمون كاين اصغر من العنصر اللي فتي في نفس الانديس. دونك ندير لك مثال ونشرحها لك بخير. دونك لهنا مثلا نخرج ان فيكتور الياتوار نقول عند واحد عشرة عشرة وندير فلو باش يجوني قيم صحيحة برك مش نحب نخدم الفاصل. دونك شنو ندير نشوف قداه القيمة أصغر من سبعة في الفيكتور ديال النتيجة قداه القيمة أصغر من سبعة. دونك عندي واحدة زوز ثلاثة أربعة عندي لهنا خمسة ستة سبعة كان سبع قيم أصغر من سبعة دونك راح ترجع لي سبعة. لهنا ما كان حتى قيمة أصغر من صفر دونك ترجع لي صفر. نبداها القيمة أصغر من اثنين كاينة واحدة زوز ثلاثة أربعة دونك لهنا راح ترجع لي أربعة لهنا صفر لهنا صفر. نبداها القيمة أصغر من ثمانية وعندنا جميع القيم اللي أصغر من سبعة بلوس سبعة في حد ذاتها دونك تجيني ثمانية. نبداها القيمة أصغر من ستة واحد زوز ثلاثة أربعة خمسة ستة. نبداها القيمة أصغر من ثلاثة عندي أربعة أصفار واثنين دونك خمسة. وقدام قيمة أصغر من تسعة حتجيني تسعة وقدام قيمة أصغر من صفر حتجيني صفر. نورمالمون هذا هو الفيكتور اللي يخرج لي كنتيجة كل عنصر نخرج مقابل ليه كومبيان دي ليمون أصغر منه كاين في نفس الفيكتور في اللي مديناه كومونتري. راح نقسموا الخدمه لهنا واش طلبت منكم تقسموا الخدمه على دو فونكسيون باش تسهلوا شويه على رواحكم. دونك راح اولا نكتبوا فونكسيون اللي تحسب لنا شحال من قيمه اصغر من قيمه نمدوها لها في الفيكتور. دونك نديروا لها لا فونكسيون هذه نكتب لا فونكسيون الاولى رجع لي ان كونتور ونمد لها كوم بارامتر بيان بيت فالور باغ اكزومبل نسميها كيما نحب انا بيان سور ندير لها ان فيكتور في ونمد لها اون فالور. دونك هي راح ترجع لي شحال من قيمه في فيكتور في راهي اصغر منها. نخدمها لا فونكسيون هذيا باركور الفيكتور في ببساطه نقول فور اي يساوي من واحد جوسكا لا لونغور تاع في سي انيشاليزيها بصفر ولهنا نقول if e في
أصغر من أن سي يساوي سي زائد واحد. برضو فوالا، دونك هذه راح تحسب لي شحال من قيمه أصغر من أن في الفيكتور في، وترجع لي النتيجة في سي. من بعد نكتب إين فونكسيون أخرى، دونك نشتريها لا بتيت فالور سميتها. دونك نكتب إين فونكسيون أخرى في باركوري الفيكتور، و بور شاك فالور تحط تحسب قدام قيمة أصغر منها وتحطها في النتيجة. دونك نقول سميتهاش نسميها سميها اسماء الفيروس ولا صديقو نسيت ما حطيتش سورتي سورتي. دونك سيت ان فيكتور نسميه بي، وهادي ندير لها كومبارامتر ان فيكتور نسميه في. دونك راح نباركوري الفيكتور في هذا، باركوري نقول فور يساوي من واحد جوسكا توجور لونجلو تاع في. نقول U دي E يساوي smaller than، نحط الفيكتور ونحط القيمة اللي نحوسها القيم اللي أصغر منها اللي هي V E. ممكن من هيك راني كملت الفونكسيون تاعي. نرجع لفراسة كوموند برك و نبقى نرجع للمونجيستر يسهل الفونكسيون. سميتو أناس الفيكتور، معليش ما سميتوش أناس بالمقاليد ولا أناس. and defined function or method smaller كي قاعد نخلط في الفرنسي والانجلي برضو. سميتها تيت فالور وراح خرجي نفس النتيجة اللي حكينا عليها قبل، نفس الحساب اللي حسبته قبيل تقريبا اللي كان شايفين عليه. دونك نديرو ان فيكتور بلو سامبل برك، نديرو خمس قيم برك كبالك جينا اسهل. دونك الرابعة كاين زوج قيم اصغر منها، الثلاثة كاين قيمة واحدة اصغر منها، السبعة والسبعة كاين ثلاث قيم اصغر منها، من الواحد ما كاين حتى قيمة اصغر منها. دونك تخرج لي 2 1 3 3 0 2 1 3 3 0 2 1 3 3 0. دونك هنا نكتبنا فونكسيون درنا لها ابل من فونكسيون كلاف وحطينا وجربناها في لافينادر كوموند. جيست معلومه خفيفه برك، حكيت لكم قبل في الدي بي وفي الكور ثاني قلت لكم لي بوك الفور في مطار تقدروا تمدوا لهم ان فيكتور. كاين حالات ونقدر نمدوا ان فيكتور وتمشي لنا الخدمه نورمال. لهنا مثلا ما نقدرش نمدوا ان فيكتور باسكو نسحقوا لانديس في حد ذاته، عليها لازم باركوري وبارانديس باسكو نسحقوا لانديس راح نستخدموه لهنا. اوكي بار كونتر في لا فونكسيون تي فالور بار اكزومبل نقدروا في بلاصه ما نباركوريو لي زانديس الفيكتور نقدروا ديريكتومون نقولوا فور اي ايغال في. دونك هذه هي مطلب راح يفهمها بوغ اي كي برون شاك فالور دون لو فيكتور، يعني اي راح ياخذ جميع القيم في في وي نستخدموه داخل الناف بس ما نحط اي نقدر نحط اي ديريكتوم. لو كان نعاود نيكزيكوت راح تبدل لي بيان سور ليش نفس النتيجه باسكو قاعد نخدم بالار ناس برضو. حط يعني فيكتور نسميه اخر. دونك هنا تمد لي 0 0 2 3 3 0 0 2 3 3. دونك سي لا فان تاع ليكزارسيس 4 دركا، جيسبر كو راهو واضح. في زوج فيديوهات اللي مازالو باش نكملو تي بي برك نزيدو نقسمو التمارين الخامسة على زوج، حتى هو فيه كلكو زيكزارسيس شوية فيهم ديزاستيوس خسروا في زوج فيديوهات ونكملوا فيهم لا سيري هذه ولا واش مازال فيها. دونك بربي ان شاء الله تلاقاو في لا فيديو الجايه، تبقاو على خير.